اكتسبت مخطوطة المسجد الأقصى المبارك مكانة متميزة لارتباطها بهذا المسجد المبارك، وازدادت رفعة بتنوع مواضيعها ومصادرها وندرة نسخها. وقد حرص المجلس الإسلامي الأعلى في القدس الشريف على جمعها ورعايتها في وقت مبكر في عشرينيات القرن الماضي، لتكمل المهمة من بعده دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس، والتي صنفت ضمن مكتبة المسجد الأقصى أكثر من 4000 مخطوط إسلامي. وقد حرصت على صيانة وحفظ هذه الكنوز التي واجهت مخاطر كثيرة أدت لتلف وضياع الكثير منها عبر العصور. من هذا المكان المبارك على بعد أمتار من قبة الصخرة المشرفة، تأسس مركز ترميم المخطوطات في المدرسة الأشرفية المملوكية المعروفة في الرواق الغربي، التي بناها السلطان الأشرف قايتباي قبل 650 عام تقريبا. جولة سريعة في مركز المخطوطات قد تعطينا فكرة عن حجم هذه الجهود وعن طبيعة العمل في داخل المركز. الحقيقة هناك 4000 مخطوط في داخل هذا المركز، جميعها تنتظر الترميم على يد 10 من الخبراء الذين تدربوا على يد أساتذة دوليين في هذا المجال. عدة أقسام يتفرع، يعني يتفرع مركز المخطوطات إلى عدة أقسام من المعالجة والعمل في داخله. أهم هذه الأقسام قسم التصوير والفهرسة. جميع هذه المخطوطات الآن تم إعادة فهرستها بشكل علمي، ويعني تأخذ دورها في التصوير بأحدث الطرق العالمية وفق معايير دولية. نحن نعمل بشكل حثيث على تحويل مكتبة المسجد الأقصى المبارك بأكملها إلى مكتبة إلكترونية متاحة عبر الشبكة العنكبوتية لجميع الباحثين حول العالم. هذه الرسالة، هم أرادوا أن يمنعوا وصول الباحثين للمسجد الأقصى المبارك. نحن يعني مهمتنا ورسالتنا أن نحمل هذه المكتبة إلى بيت كل مسلم وإلى بيت كل باحث حول العالم. هذا هو قسم التصوير والمعالجة الكيميائية، وأيضا قسم الترميم اليدوي في داخل مركز المخطوطات. ينظر علماء المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص إلى الاتفاقية التي وقعها جلالة الملك عبد الله الثاني وسيادة الرئيس محمود عباس حول تأكيد الوصايا الهاشمية على حماية القدس والمقدسات، وعلى أنها قوة للمدينة المقدسة ورد طبيعي على انتهاكات إسرائيل التعسفية، وقيامها بإبعادهم وحرمانهم وإلاف المصلين من دخول المسجد والصلاة فيه. ويرون أن المقدسيين وهم المرابطون الذين يدافعون عن القدس والمقدسات ينظرون كذلك إلى هذه الرعاية الهاشمية بأنها دعم لهم في المجتمع الدولي وتأكيد على الهوية العربية للقدس وانتصار لتثبيتها أمام العالم عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. هذا المركز هو أحد المراكز الريادية التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، تأسس في عام 2008 برعاية وزارة الأوقاف الأردنية في عمان، وبتعاون مشترك مع منظمة اليونسكو وبدعم أيضا من حكومة النرويج. هذا المركز هو أحد المراكز الهامة في الحفاظ على التراث المقدسي، التراث الإسلامي في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، ويهتم يعني بمخطوطات المسجد الأقصى المبارك على وجه التحديد. نحن نعلم تماما بأن في المسجد الأقصى المبارك 4000 مخطوطة من المخطوطات الإسلامية النادرة ذات القيمة العلمية والتاريخية المهمة جدا في تاريخنا الإسلامي. هذه المخطوطات تعرضت يعني عبر الزمن لعوامل كثيرة من التلف والضياع والإقصاء عن الساحة الفكرية الإسلامية. هذا المركز هدفه يعني في البداية كان إعادة هذه المخطوطات إلى صدارة المعرفة الإسلامية وإلى أيدي الباحثين، وللحفاظ على هذا الموروث الإنساني العظيم في منطقة مهمة هي منطقة المسجد الأقصى المبارك، وفي يعني مدينة تحت الاحتلال هي مدينة القدس التي تعاني حربا مفتوحة على التراث الإسلامي وعلى التراث العربي وعلى كل ما يمت للتاريخ الإسلامي بصلة. هذا المركز الحقيقة يضم الآن 10 خبراء محترفين في مجال ترميم المخطوطات، تدربوا في هذا المركز على دفعات ضمن مشاريع مشتركة مع منظمة اليونسكو. الآن نحن ضمن مشروع مستمر من 3 سنوات مدعوم من حكومة النرويج يهدف إلى تطوير خبرات هؤلاء المختصين في مجال الترميم. هذا المركز على أعتاب العالمية، ونستطيع الحديث عن مركز ريادي على مستوى الشرق الأوسط بمعايير دولية، يعمل على تصوير وتعقيم وحفظ ومعالجة جميع هذه المخطوطات والمواد الورقية الموجودة في المسجد الأقصى بمعايير دولية.
الحقيقة مجموعة المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك من أهم المجموعات ربما على مستوى بلاد الشام، وهي تمتاز بالتنوع نظرا لمكانة المسجد الأقصى المبارك العلمية عبر التاريخ، واللي يعني الكم الكبير جدا من العلماء وحلقات العلم التي كانت في المسجد الأقصى المبارك عبر العصور. وما يميز هذه المجموعة أيضا من المخطوطات بأنها تمتد على 1400 عام يعني في داخل المسجد الأقصى المبارك، ومنشأها من عدة بلدان إسلامية محيطة من بغداد إلى القاهرة إلى دمشق. كل هذه العواصم كانت ترفد المسجد الأقصى المبارك بالمخطوطات وبالعلماء وبالطلاب أيضا. الحقيقة هذا الموروث الإنساني كما أشرنا يحتاج إلى عناية دائمة، وهذا ما أدركته دائرة الأوقاف الإسلامية في وقت مبكر. جاء العمل على مشروع مركز المخطوطات في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، ثم تكلل هذا المشروع بالنجاح رغم الصعوبات التي واجهها في البداية إلى أن تم افتتاحه في عام 2008، ولا زال الفريق يعمل على ترميم هذه المخطوطات بشكل يعني جدا رائع. أجهزة ومعدات ثمينة جدا حجزتها السلطات الإسرائيلية في ميناء أشدود الإسرائيلي لمدة تزيد على 4 سنوات. كان هناك السفير الأستاذ علي العايد، وكنت أنا أيضا مستلما مركزي في ذاك الوقت في مكان قريب. طبعا علم جلالة الملك بهذا الوضع وطلب حكومة إسرائيل، وسعادة السفير طبعا عمل جهده ودائرة الأوقاف عمل جهودها، وطلبت حكومة إسرائيل 70,000 دينار أردني جمركا لهذه الأجهزة، مع أنها معفية، يجب أن تكون معفية، ولكن جلالة الملك تكفل بهذا الأمر واندفع المبلغ من جيبه الخاص، وأخرجنا هذه الأجهزة والمعدات وأدخلناها إلى المسجد الأقصى المبارك بعد 4 سنوات من احتجازها في ميناء أشدود الإسرائيلي. الآن هي عاملة في مركز ترميم المخطوطات، هي من أهم المراكز الموجودة في الشرق الأوسط. هناك 4,000 مخطوط موجود في المسجد الأقصى المبارك، نقوم الآن بعمل الترميم اللازم. هناك موظفون أهلوا في إيطاليا وأرسلوا في دورات، وهناك من أهلوا في ألمانيا، والآن الحمد لله القسم فيه 10 موظفين جامعيين عاملين على ترميم هذه المخطوطات بأعلى مستوى عالمي، ويشرف عليهم أيضا خبراء من اليونسكو يأتوا بين الحين والآخر يراقبوا عملهم ويعطوهم دورات. ولا شك بأن هذا المركز مفخرة لمدينة القدس وللمسجد الأقصى المبارك. بالحديث عن مخطوطات يتجاوز عمرها 1000 عام، وبالمعدل هي تقريبا 600 إلى 700 عام، نتحدث عن أوراق تعرضت عبر الزمن لأشكال كثيرة من التلف بحكم الأقدمية الزمنية، بحكم تاريخية هذه الأوراق، وأيضا بفعل العوامل الطبيعية والكيميائية المحيطة ببيئة هذه الأوراق. المشاكل الرئيسية التي نواجهها في مجموعة المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك تتعلق بالكائنات البيولوجية التي تركت آثار على هذه المخطوطات بتآكل الأوراق، بفعل الحشرات والقوارض وغيرها، وأيضا تأثيرات الكيميائية للبيئة المحيطة من غازات ومن أحماض وعوامل الأكسدة تعرضت لها هذه المخطوطات. معظم هذه المخطوطات الآن باتت في وضع محفوظة بشكل سليم في داخل المسجد الأقصى المبارك وتنتظر الترميم. من بين إنجازات أيضا طاقم الترميم كان البدء بترميم الخرائط الأثرية والقديمة، وهي مهمة أصعب نسبيا من ترميم المخطوطات التقليدية. الحديث يدور هنا عن أول خريطة يتم ترميمها بأيدي فلسطينية في داخل فلسطين. هذه الخريطة التاريخية عمرها أكثر من 100 عام، وهي يعني طبعت لحدود الدولة العثمانية في عام 1911 قبل اتفاقية سايكس بيكو، قبل تقسيم هذه البلاد بين الاستعمار. ونشاهد في هذه المنطقة يعني الخضراء منطقة نفوذ الإمبراطورية أو منطقة نفوذ الدولة العثمانية في ذلك الوقت. هذه الخريطة استغرق ترميمها مع طاقم الترميم أكثر من 3 أشهر من العمل المتواصل حتى وصلت إلى هذا الوضع. كانت مفككة بشكل كامل، ونحتفظ بها هنا لأنها من أوائل الخرائط التي عملنا عليها، بل هي الأولى من نوعها التي يتم ترميمها بأيدي خبراء ترميم فلسطينيين وبمساعدة أيضا من خبراء دوليين من منظمة اليونسكو، فهي أحد الإنجازات التي نفخر بها في المسجد الأقصى المبارك. نصور أول إشي المخطوط بمعايير عالية وبريزوليوشن عالية عشان نكون واضح جدا. بعدين نعمل له فوتوشوب، منقص الصفحة على العيارات الكتاب الأصلي، الطول مع العرض والريزوليوشن يكون يعني
300 درجة عشان يكون واضح جدا، مهما كبر الخط يكون واضح. بعد ما نخلص فوتوشوب بنعمل له بالدينج يعني خياطة، وبنحفظ منه 5 نسخ على سيديهات وعلى الجهاز الرئيسي. يعني واضح انه عملنا احنا هنا في دائرة الاوقاف عمل كبير جدا، عمل تاريخي عظيم. هذه دائرة تاريخية قديمة جدا، مؤسسة منذ زمن بعيد، تقوم وترعى مؤسسات عديدة في مدينة القدس. لها هذه الدائرة تشمل اقسام عديدة ايضا، فيها 12 مديرية في هذه الدائرة، كلها تعمل وتصب في خدمة المسجد الأقصى المبارك وفي خدمة المواطنين المقدسيين، سواء أكانت من ناحية دينية كالوعظ والإرشاد والإشراف بداية وأولا وأخيرا على المسجد الأقصى المبارك، إعمارا وترميما وصيانة، وحتى والإشراف على كل ما يتعلق بشؤون هذا المسجد العظيم من دروس دينية وعظية وخطابة وغير ذلك من الأمور، ونظافة أيضا وغير ذلك من الأمور. وهناك أيضا مديريات أخرى تتعلق في الأملاك الوقفية، الممتلكات الوقفية المنتشرة بأعداد كبيرة جدا وبمساحة كبيرة جدا، تصل إلى 60% من مساحة مدينة القدس. هذه الممتلكات تشتمل على عقارات وأملاك ومشاريع إسكان ومستشفيات وحتى بناء كنائس على أراضي الأوقاف في هذه المدينة المقدسة. كذلك هناك نشرف أيضا على مراكز صحية، وأهم مستشفيين في القدس هم المطلع والمقاصد، مبنية على أراضي الأوقاف. هذا من ناحية. الناحية الثالثة، هناك نعمل أيضا على شأن الاجتماعي والخدمي لمساعدة الناس والفقراء والمحتاجين. عندنا لجان زكاة عاملة فاعلة تنفق أكثر من 5 ملايين دينار بالسنة. هذه الجمعية، هذه اللجان بصورة واضحة تكفى الأيتام، تزيد عن 6000 يتيم في مدينة القدس، وعائلات مستورة كبيرة جدا تزيد عن 2500 عائلة تتقاضى شهريا كرواتب ومساعدات ومنح وكفالة أيتام من دائرة الأوقاف الإسلامية. هناك أيضا التعليم، يعمل تحت مظلة دائرة الأوقاف أكثر من 42 مدرسة في التعليم، وهذه المدارس الحمد لله تستوعب أكثر من 15,000 طالب. ولا شك بأن لا يجب أن نحيي هنا مبادرة جلالة الملك رانيا العبدالله، هذه المبادرة التي أهلت المدارس وأشعلت نور التعليم فيها بعد تربيبها وتأهيلها. أكثر من 24 مدرسة أنفقت عليها ملايين الدولارات حتى تستوعب هؤلاء الطلاب، وحتى تعود هذه المدارس كلؤلؤة يعني هناك جميلة جدا أصبحت من الداخل بعد أن تم تأهيلها وتزويدها بكل الأجهزة الإلكترونية، كمبيوترات ولوائح تفاعلية، وكذلك الرعاية بالمعلمين من دورات تأهيل وتربية وتعليم، وإرسالهم إلى الخارج أيضا ليطلعوا على وسائل التعليم العالي في هذه المدارس. نعم، لازال مشروعنا مع منظمة اليونسكو مستمر لتدريب الطاقم ودعمه من ناحية لوجستية ومن ناحية أيضا معرفية وتقنية، ونحن نطمح إلى توسعة هذا المركز حتى يضم قسم آخر لتحقيق المخطوطات وللتعامل مع نماذج أخرى من المواد الورقية عدا المخطوطات كالسجلات والوثائق التاريخية، والتوسع في مجال ترميم اللوحات التاريخية والخرائط. كل هذه المسائل نطمح لها في القريب العاجل إن شاء الله. نتحدث عن مركز بطاقات يعني رائعة جدا على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، وبالتالي هذا المركز يعني مستمر في التطور إن شاء الله حتى يبلغ يعني درجة عالمية أكبر وأكبر إن شاء الله.
الله. وأحد المشاريع القادمة هي افتتاح قسم لتحقيق المخطوطات وتدريب المزيد من المتدربين في داخل المركز حتى نزيد من عدد الطاقم ونسرع من مهمة الحفاظ على هذا التراث الإنساني العظيم في المسجد الأقصى المبارك برعاية دائرة الأوقاف الإسلامية ووزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية. نطمح أيضا إلى توسعة المكان يعني مكانيا، وربما في القريب العاجل ننتقل إلى قاعة أكثر اتساعا في داخل المسجد الأقصى المبارك حتى نزيد من حجم الطاقم ونزيد من مهامه ونتوسع أيضا في خدمة الموروثات في المسجد الأقصى المبارك. تعتبر مديرية المال في دائرة أوقاف القدس من المديريات الهامة في هذه الدائرة والفاعلة، وتتمثل مهام مديرية المال في أوقاف القدس أولا بالإشراف على جميع الشؤون المالية الخاصة بأوقاف القدس ومسك السجلات المالية اللازمة لذلك. ثانيا صرف النفقات في حدود المخصصات المرصودة لها في بنود الموازنة وتنظيم سندات الصرف. ثالثا مسك حسابات الأمانات بالعملات المختلفة وتنظيم سندات الصرف والقبض الخاصة بها. رابعا تطبيق النظام المالي رقم 3 لسنة 94 والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 95، وتطبيق جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وتطبيق نظام الأشغال واللوازم الخاص بوزارة الأوقاف، وتطبيق نظام الانتقال والسفر. بالإضافة إلى ذلك أيضا تطبيق نظام الخدمة المدنية ونظام العلاوات الخاص بالموظفين، متابعة تحصيلات واردات الأوقاف وتسجيلها وتبويبها وإيداعها في البنوك المختصة. سابعا إعداد الحسابات الختامية الشهرية والسنوية ومشروع موازنة أوقاف القدس السنوي. وكذلك تقوم دائرة مديرية المال بأعمال أخرى منها مسك حسابات جهاز لجنة الإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. 2 إدارة وتنفيذ الأمور المالية المتعلقة بمبادر جلالة الملكة رانيا العبد الله مشروع مدرسة فلسطين في القدس. كذلك إدارة حركة سيارات الأوقاف وأي أعمال أخرى يتطلبها العمل أو تطلبها منا الوزارة نقوم بتنفيذها. من أقصى أمانينا في المسجد الأقصى المبارك وفي مركز ترميم المخطوطات هو استعادة موروثنا الذي سلبه الاحتلال من هذه المخطوطات بتحرير هذا الموروث الذي حبس لدى الاحتلال وأسر في عام 67 وما قبلها وما بعدها عشرات آلاف المخطوطات والوثائق والسجلات الحبيسة في صناديق يعني تحت الأرض لدى الاحتلال. نطمح إلى استعادتها وإلى إتاحتها للباحثين حول العالم لتعود إلى قلب مدينة القدس وإلى المسجد الأقصى المبارك وتعود إلى صدارة المعرفة وتعود إلى أيدي الباحثين المسلمين. هذا الموروث الإنساني العظيم المحتجز شأنه كشأن أسرانا وشأن أرضنا المحتلة سيعود قريبا إن شاء الله، وهذا يعني غاية المنى وتحرير المسجد الأقصى المبارك إن شاء الله حتى تعود مكتبة المسجد الأقصى المبارك إلى صدارة المكتبات في العالم الإسلامي يعني يأمها الباحثين من كل أنحاء العالم. هذا ما ننصب إليه إن شاء الله رب العالمين. هناك أيضا عندنا دور الفقه، دور الحديث، دور القرآن، هي من ضمن التعليم الشرعي عدا عن المدارس الشرعية الموجودة في رحاب المسجد الأقصى، عدا عن أيضا أقسام مثل الأثار والسياحة، الأثار التي تهتم بالحفريات وما يحيط في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات في محيطه من وهدم للأثار كما هو في القصور الأموية وغير ذلك من الأمور. لذلك عمل دائرة الأوقاف عمل متشعب، عندنا أيضا أكثر من 100 مسجد يشرف عليها
أكثر مديرية وعظ وإرشاد، 700 موظف يتقاضوا رواتبهم من وزارة الأوقاف في عمان. جلالة الملك يرعى هذه الدائرة بمكرمات ملكية سامية كبيرة جدا برواتب مجزية للحراس وللسدنة ولموظفي الأوقاف، لذلك الحمد لله نحن عملنا كبير، نحافظ على المسجد الأقصى، نحافظ على المقدسات، نحافظ على الممتلكات، ندعم صمود المواطنين، نعمل على تثبيت صمود المواطنين. هذه هي مهمة دائرة الأوقاف في هذا الظرف العصيب. الواقع أنه عملنا مرتبط مباشرة مع وزارة الأوقاف، وهناك تنسيق شهري بيننا وبين وزارة الأوقاف، ولا توجد أي مشاكل تعترض الشؤون المالية، فنقوم بتنفيذها بالاتفاق والتشاور مع وزارة الأوقاف ومع جهاز لجنة الإعمار في عمان. أنا لحسن الحظ أني أبعد 2 كيلو عن دائرة الأوقاف، أما في بعض الموظفين العاملين في مديرية المال الذين يسكنون خارج الجدار والذين يسكنون في عناتة وفي شعفاط، فيواجهون صعوبات في الوصول ويتأخرون عن الدوام الرسمي بسبب وجود الحواجز. الواقع انه المشاريع اللي طرحت من خلال مبادرة جلالة الملك رانيا العبد الله حفظه الله هي 22 مدرسة، فقمنا بالمرحلة الاولى بعمل البنية التحتية لهذه المدارس، ومن ثم تم عقد دورات للمعلمين وتجهيز المدارس بالأثاث والمختبرات والقرطاسية واللوازم المدرسية التي تلزم الطلاب. المشاريع عندنا مشاريع، احنا مستمر مشاريع في مبادرات جلالة الملك، ومشاريع تصدر واردة في موازنة وزارة الأوقاف نقوم بتنفيذها رغم الصعوبات الكبيرة التي نواجهها في إدخال المواد إلى المسجد الأقصى. رغم كل الصعوبات احنا بنحاول ان ننفذ المشاريع بطرق مختلفة. هناك إعاقات كثيرة طبعا، في خاصة فيما يتعلق بإصدار رخص أبنية لبناء مدارس، هناك إعاقات أيضا في المسجد الأقصى المبارك بتنفيذ المشاريع الملكية الكبيرة العظيمة في المسجد الأقصى، أكثر من 20 مشروع الآن تعطلهم السلطات الإسرائيلية ولا نستطيع العمل فيهم في المسجد الأقصى، نتيجة حكومة إسرائيل متخذة قرارا بأنه لابد من تطبيق قانون الأثار الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وهذا لم يحصل لا في زمن الحكومة البريطانية ولا في زمن الحكومة التركية ولا في زمن العثمانيين. إسرائيل تحاول بشتى الوسائل سيطرة وقبضة حديدية على المسجد الأقصى، ولن يحصل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا هناك أمور كثيرة، أجرات، أموال لنا على بلدية القدس لا تدفعها لدائرة الأوقاف، مسيطرة على أبنية لدائرة الأوقاف، تمنع كل شيء يتعلق بدائرة الأوقاف، وكذلك الشرطة الإسرائيلية التي تعتقل الموظفين وتبعدهم وتحقق معهم وتحقق مع الحارسات، مضايقات كبيرة جدا. نتمنى من الله أن تزول هذه الأمور رويدا رويدا بعد أن جلالة الملك تدخل. الآن إن شاء الله سيعم الهدوء المنطقة، ونحن نريد هدوء في المسجد الأقصى وتسير مشاريعنا بكل أريحية، لكن إذا بقي الحال على ما هو حال في المسجد الأقصى المبارك أعتقد بأن أمور معقدة ستكون في هذا المسجد العظيم. لفيت كل المدن والهند والصين، وخليت راسي فوق وما نزلت عيني، ومهما علي قست أيامك يا الدهر يكفيني كل الفخر إني فلسطيني. هو عالمج وزندبك ونطيح فلسطيني منطيح، وروسنا بالعلالي هو يا جبل ما يهزك ريح.